صباح الخير متابعينا في الأردن. نهار اليوم الجمعة بإذن الله بتسود المملكة حالة من عدم الاستقرار الجوي، بناء عليه رح تنزل درجات الحرارة بشكل واضح مقارنة بيوم أمس الخميس، وطبعا رح تهطل بإذن الله زخات من الأمطار، رح تكون رعدية، وفي المناطق الشرقية هناك هبوب نشط للرياح الغربية المثيرة للغبار. أما كيف رح تكون درجات الحرارة المتوقعة بإذن الله نهار اليوم الجمعة في العاصمة عمان؟ 15 درجة مئوية مع احتمالية تساقط زخات من الأمطار الرعدية وأجواء غالبا غائمة، والملموسة 14 ونسبة الرطوبة عالية 93% وسرعة الرياح 43 كيلومتر في الساعة. نستعرض إياكم من درجات الحرارة في باقي مناطق المملكة ابتداء شمالا وإربد نهارا، بتسجل 16 ليلا 8 كل ما المفرق جرش وعجلون درجات حرارة متقاربة بين 17 و14 نهارا، وبتنزل بالليل ل 7 درجات مئوية، وأيضا في احتمالية تساقط زخات من الأمطار رح تكون رعدية. ننتقل الآن لمناطق الوسطى مع العاصمة عمان نهارا 15 ليلا 9 كل ما السلط الزرقاء مادبة درجات حرارة متقاربة بين 17 نهارا و16، أما ليلا بتنزل ل 8 درجات مئوية وأيضا احتمالية تساقط زخات للأمطار بإذن الله. أما البحر الميت 22 نهارا 16 ليلا وأيضا في احتمالية تساقط زخات من الأمطار رح تكون رعدية بإذن الله. الآن مع المناطق الجنوبية والكرك 15 نهارا 5 ليلا كل ما الطفيلة والشوبك ومعان درجات حرارة متقاربة بين 17 نهارا و13، أما ليلا بتنزل لخمس درجات مئوية، والعقبة 21 نهارا 12 ليلا وأيضا في هبوب للرياح وأيضا في زخات من الأمطار بإذن الله رعدية. أخيرا ننتقل إلى مناطق الشرقية و كل مرويشد الصفاوي والأزرق درجات حرارة أيضا متقاربة بين 25 نهارا و22، أما ليلا بتنزل ل 7 درجات مئوية، والله تعالى أعلى وأعلم. متابعينا بدي أذكركم تعملوا اشتراك على قناتنا على اليوتيوب، وما تنسوا تفعلوا زر الجرس، ولهون بدي أتمنى لكم جمعة مباركة وإلى اللقاء.